سؤال من احدى الاخوات، قل انا امثل مجموعه كبيره من النساء، تقول لقد عبث بشرفنا الروافض المجرمون بالايام الماضيه ودمرونا نفسيا وكانوا يتعاقبون علينا في السجون، وقد ودعنا ابناءنا وقررنا ان كل واحده تقتل الاخرى ونرتاح مما نحن فيه، فهل يجوز ذلك لنا وقد ملأ صراخنا السجون من القهر فافتونا ماجورين. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يجب على المسلمين أن ينصروا أمثال من تستغيث بمثل هذا، ويجب على أيضا المجاهدين النصرة أيضا في مثل هذا الأمر، وأن لا يترك مثل هذه الصيحات وهذه النداءات تقتصر على فتوى هل يجوز لها أن تقتل نفسها أو لا يجوز، ويكتفى بمثل هذا الأمر. هذا لو كان في زمن حماة الإسلام وقوة شوكة المسلمين لانتصر أو سيرت الجيوش لمثل هذا الأمر، ونحن نعرضه على أنه فتوى. لا شك أن هذا عد معدود من الوهن والضعف الشديد والخزي والعار الذي يجب أن لا يؤخذ بمثل هذا الأمر. يجب على حكام المسلمين أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الحق وأن ينصروا أمثال هؤلاء المسلمات المغتصبات التي تنتهك أعراضهن جهارا وينادين ويستغيثين أيضا علانية أن ينتصر لهم. يجب أيضا على المجاهدين في سبيل الله نصرة أمثال هؤلاء النساء بما يستطيعون من قدرة وقوة بدنية وكذلك أيضا مالية. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه الأمور. فلا شيء أعظم في دين الله سبحانه وتعالى بعد توحيد الله عز وجل من صيانة الأعراض. فالله عز وجل أمر بحفظ الضروريات الخمس، وأعظم هذه الضروريات هي حفظ ضرورية الدين، ثم بعد ذلك يأتي حفظ ضرورية العرض. فيجب أن تحفظ هذه الأعراض، فتسلط على أعراض المسلمات العفيفات الطاهرات المحصنات الغافلات. لا شك أنه من أعظم الظلم والبغي. أما ما يتعلق بسؤالها من جهة التشريع بقولها أن ودعنا أطفالنا أو أبناءنا وأوصينا بعضنا أن تقتل الواحدة الأخرى حتى تتخلص، نقول هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز ولا يسوغ لها أن تفعل ذلك. إذن ما البلدي يسوغ في هذا؟ عليها أن تدفع عن نفسها ولو كانت امرأة أمام قوة، ولو كان قوة، ولو قتلت، لأنها لو قتلت فهي شهيدة، ولو تسلط عليها عدو مثلا بتعذيبها أو ضربها، عليها أن تدفع قدر وسعها وإمكانها عن عرضها ولو قتلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث سعيد بن زيد، قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وهذا يقتل دون عرضها، ولا شك أنه أعظم من ذلك، وهي إن صدقت مع الله عز وجل فهي شهيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، بل ربما يرجى لها من أعظم مراتب الشهادة. أما أن توصي أختها المسلمة بقتلها وتوصي المسلمة الأخرى بقتلها حتى تتخلص من هذا، نقول هذا أيضا لا يجوز. ما الواجب عليها؟ نقول الواجب واجبان: التواجب الأول ما تقدم الإشارة إليه من النصرة، والواجب الثاني ما يتعلق عليها في ذاتها أن تدفع عن نفسها قدر وسعها وإمكانها، ولو قتلت فهي شهيدة مبتلات، ثبتنا الله عز وجل وإياكم وعصمهن وحمهن ووقاهن من شر الظلمة المغتصبين، وعفانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. لو حملت إحداهن سفاحا ما الواجب؟ وبالنسبة لحمل المرأة سفاحا بأي حال من الأحوال، نقول إذا حملت ولم ينفخ فيه الروح فلها أن تسقط جنينها. أما إذا نفخ فيه الروح فهو نفس منفوسها، لا يجوز أن يتعرضها الإنسان. المدة 4 أشهر أو هي 4 أشهر، إذا بلغت هذا الأمر أو قاربته فإنه لا يجوز لها أن تمس باعتبار أن نفس منفوسها. ولو كان يمشي على الأرض وهو بالزنا ما يجوز للإنسان، لأنه حق ولا ذنب له ولا جرم له فيما حدث. فنقول إنه إذا كان قبل فلها ذلك، أما بعد فلا يقال بمثل هذا بجوازه، بل يقال إنه يحرم لأنه قتل لنفسه.